ومعنا من عجمان الخبير الاستراتيجي اليمني العميد خالد النسي. أهلا بك سعادة العميد. هجوم حوثي جديد باتجاه أبو ظبي تتصدى له المقاتلات الإماراتية، كيف يمكن قراءة اليوم الرسائل وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يشكل آلية ردع لهذه الميليشيات الإرهابية؟ حياتي يا استاذ روبرت. حقيقه اليوم هناك تصعيد واضح من قبل هذه الجماعه، يعطيك دلاله واضحه ان هذه الجماعه اليوم فعلا تمكنت، هذا الواقع يقول انها تمكنت فعلا بما يتعلق ب يعني وجودها على وخاصه في اطار المحافظات الشماليه في اليمن. ايضا يعطيك دلاله واضحه ان هذه الجماعه ايضا حصلت على دعم في الفتره الاخيره، خاصه يمكن في خلال العام ال 2021. فهذا يعني اكيد هي لم تصعد اليوم يعني يعني تتجه المعركه اليوم الى 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 يعني مثلا الى اماكن اخرى، فبالتالي يعطيك دلاله واضحه اليوم فعلا ان هذه الجماعه فعلا عندها القدره، من شان نتكلم بمنطق اليوم عندها القدره صعدت، ولكن يعني دلاله انه هناك ايضا امكانيات وهناك من يقف خلف هذه الجماعه وهناك من يدعم هذا المخطط. ولكن حقيقة لكن عندما تقول مثلا كيف نرى عن المجتمع الدولي، المجتمع الدولي للأسف قبل يومين هناك أدانا بالإجماع من خلال أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة، لكن ما الذي تغير خلال تقريبا خلال يمكن 48 ساعة هناك يعني أدانا بالإجماع، ما الذي تغير؟ تغير اليوم أنه هناك تصعيد، وبالتالي قلت لك يا أستاذ روبير قبل يومين في خلال قلت لك اليمنيين خلاص يعني تقريبا وصلوا إلى قناعة أن المجتمع الدولي لن ينصفهم، لن يقف إلى جانبه، وبالتالي اتخذوا خيار المواجهة، وبالتالي اليوم الحوثي لا يشكل خطر اليوم على اليمنيين، دمر كل شيء، دمر البلد، دمر هناك البطالة، هناك المجاعة، هناك التهديد، هناك تهديد الآن تهديد، لكن اليوم هناك تهديد أيضا باتجاه المنطقة باتجاه أستاذ خالد، تنديد من مجلس الأمن، تنديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ولكن ما أهمية اليوم السرعة في اتخاذ القرار لدى المجتمع الدولي إدراج هذه الميليشيات على لائحة الإرهاب بعد كل هذه الإدانات والأعمال الإرهابية المثبتة على الأرض بالأدلة والبراهين؟ وبالتأكيد المجتمع الدولي مطالب حقيقة هذه الجماعة اليوم لا تشكل فقط يعني هي أنا كان المتوقع والمفروض أيضا من هناك تكون وقفة من المجتمع الدولي أولا لينصر 30 مليون أكثر من 30 مليون يمني يعني تحت سيطرة هذه الجماعة، عادة الفساد في البلاد دمرت كل شيء، انتهاكات واعتقالات وتعذيب وتجهيل وتجنيد أطفال واعتقال، يعني كم انتهاكات مارست هذه الجماعة بحق أكثر من 30 مليون منذ أكثر من 8 سنوات. لكن اليوم هناك تصعيد في الملاحة الدولية، هناك مثلا اختطاف سفن تجارية في البحر الأحمر، هناك السيطرة على ممر مائي فيما يتعلق بمضيق باب المندب، هناك أيضا يعني تصعيد باتجاه دول أخرى، تصعيد يعني استهداف منشآت مدنية، مطارات، يعني أحياء سكنية، وبالتالي إذا حقيقة اليوم المجتمع الدولي يمكن مطالب يعني اكثر من اي وقت مضى اليوم مطالب فعلا انه هذه الجماعه لازم تلجم، لانه حقيقه احنا قبل يومين كان هناك استهداف من قبل طيران امريكي لاستهداف قيادات ارهابيه تبع القاعده، نعم، لكن هذه الجماعه اليوم الحوثي اليوم فاقت القاعده وداعش وكل التنظيمات الارهابيه في اعمالها الارهابيه. ولكن استاذ خالد، الا يتحمل المجتمع الدولي اليوم سيطره هذه الميليشيات وترويع المدنيين في اليمن، وبالتالي تاتي هذه الاستفزازات التي تتطلب في ان حمايه المدنيين على الاراضي اليمنيه وضرب هذه القدرات لهذه الميليشيات؟ عندما نتكلم بصدق المجتمع الدولي وخاصه التدخل الاممي، نتحدث عن كل المبعوثين الامميين، 4 مبعوثين امميين من بن عمر لولد الشيخ لجريفيث المبعوث الحالي، كلهم يعني خدموا الحوثيين اكثر من ما ان يخدموا مثلا او يرفعوا المعاناة عن كاهل الشعب اليمني. تعلم انه معركه الحديده كانت ستغير كثير المعادله على الارض عسكريا وسياسيا، وحتى كانت ستلجم هذه الجماعه، وفي الوقت الحرج ايضا تدخل جريفيث واوقف معركه الحديده يعني لخدمه للحوثي، حرفيا خدمه للحوثي، وبالتالي فعلا هذا المجتمع الدولي هو لعب دور سلبي بصراحه في اطاله امد الحرب، في تمكن هذه الجماعه، في انها اليوم اصبحت يعني مسيطره بالقوه على اكثر من 14 محافظه شماليه، اليوم عندها امكانيات استراتيجيه تهدد يعني على بعد الاف الكيلومترات، يعني عندها اسلحه، وبالتالي فعلا هناك دور سلبي للمجتمع الدولي
ولكن في ظل مكانة السعودية والإمارات وهي تحملت هذه المشكلة من بداياتها، تحملتها ماديا وعسكريا وإعلاميا، لكن اليوم لابد المجتمع الدولي أيضا أنه يكون له موقف أو أنه يعني تتضح صورة أنه المجتمع الدولي أيضا يتمام مع هذه الدماء، ربما لمصالح غربية، لمصالح دول، لمصالح منظمات تعمل على أنه هذه المنظمة تستمر في هذه الصراعات لمصالح يعني تجارية أو سياسية أو غيرها. أشكرك جزيل الشكر الخبير الاستراتيجي اليمني المعروف العميد خالد النسي، كنت معنا مباشرة من الفجيرة.